فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وحن كجري موضوع وحقا أن كويرا ديراني أما اسكدبا دير هذا أو ليرا هذا الولي أما أولي وليغا قبردا أما قبردا لقرسانا يولي قودا يعني المدى كسو جري سيدة دابانا وحا موضوع عن كجرا وحوها أركانتا هي شروط النكاح أركانتاس أو أنشيغني إلا إيو شان إنيكا كوبانيهين شانتي هادي تيودن بيسان ما تر يانجلي دوناي بل شانتي هاد هاي رجع أرضي ده هاوي سهل صوت ورطورة بل هوا هلا كم برند مركا هدي دار كاتي بل كرين هذا سيك بدر لودي سيدونا وابياب يا وهاي وأنا جيشنا له هم يقولوا أقول يا قانا بابك نكاح أيها قبل ولي يقولوا هرا يا نكون دونه إسقى عشارة كبارك والله قبل الدم بين دونه كوك كوك اللي قبل الدم بين دونه على كل حال واحد نسيقة واحد نسيقة أو إسا سنتي وان كسيه وان أقبلي وامد لبدي إسكورسنا إسا أو كوي لب يقونا ده لب يصدق كلام قبل دي ينكي إسكورسنا يي أو رالي هانشود يقونا أويهاي أرين لقى مارمانا ما كران صدح أفر واحد صانري ولي جيبانري ولي وان قال لكم سو جري ما أنت تقدم بس أيان قال لنا أولي رهضو شاهد كي أما مرخاتي أرين تنوين مرق لوير وأرين وين وي أرين وحيابة فرب بضاني أي كحرين يهين وي وحيابة فرب بضاني أي كحرين يهين سادرت إن مرق لوير لاي وأرين لقى مارمان طيب مرقاسي محو نقونايا امسو كاكومايا مرقبا مرقليو نقونايا دمر مسوغا لكريان وحاسو دانوا وحان عشر قد حديثة كغا جوابي دونو مركا ما داما او يهي ارنتان عقد النكاحو اما مهارنتو اما قوركو او يهي ارنتا قدركا اي ميزانكا اي ويني غالي وحا لغاما مارما نقوتي ان لهلو ركنigan مانتا انكشيكين دونو ركن الشاهدين أما الشهادة مرخاتي لأنه وحأرنت الله يالي قور كان وحكا إيمانا يا محي وحكا إيمانا يا حل المعاشرة لبقفو كلا حارانها وإن اسكو دواداني آنا يبنانين أيا أرنتا سي مركا يدعضو اسكو حلال نقناي أرن إيادو أو قور لآنا هديل السمييو أي كرة تبمي لهيد محي حد من الحدود أو كرة تبمي لها أو وحوين قفك حد لقو أوغي لها أيا وحوين كلمة داس كو حلالو بي مركا إن لهيلو مرخاتي يالي لقا ما مارمان بين قونيسا وحاكالو أو أرنتا كرة تبمي قور كاس مهر إيو بيلين أما النفاق وحلو يقان وحاكالو كايمان أيا المها هلكا كايمة دا هلكا راعي لهايين يبوحي أي نقول لهايين مقرن إسا ده حل با إيمانية وحا إيمانية إن ده لبدي قف إيوغو أي حقوق إسكوية يلان أيان إن هاوين دي إن أي ننكي دي أضاعة دي يوحي ده حق وقول هاي كو بنانا إن أي كو أضيع دو أو أه وحي محوانا كهوري ماني ندي إنت إلهي وحاسو لن مادام أي كرتب ميانو كا إيمانيان وحلو لقما مارمان نقوتي إن أرنتا مرق لو يالو أرنتاس مرق لو يالو لأنه واحد دعي كرتا إن دوان لا إسخلاف إن مهركا ويسيا إنتا ما هين لا يراه مقارن إن وحويان إن وحيافر بدنا إيما دين سادر تيدبا وحويان أركانتي كالو أوردان مركا يسودا ما يسترانتي دي لقما مارمان نقوتي إن مرخاتي لو يالو طيب مركا مرخاتيغا بل وحن ايجي دونا هدي لا هدا هدو واي باي مرخاتي ارنتان ان لو يالا اي واجبو طاح وحكالون اركي دونا شروط دا دات كان نقون كرا مرخاتي
تتك مرقة كالي مرقة قالي كرا شروط دودنا بل وان سلا اركي دونا هدي لهاي لها عدوا اليوم مرخاتي ما يسكن نقوني مد محكمة دهورتي سلوغا يارو قاعد كيوان ما انتكو سينا ليدي كالي ومرخاتي نوغل ليدي ما نقونا يا وحاسو دنبان بل هدي لهاي لها ان كفانا قوري دونا ماش طيب ان وحا ايلا دهي مرخاتيغاسي و خولو يها شروط ايو ليه شروطهاس قار كميدا علمادو و اسكو ودا وافقسان يهين قار كميدانا ارغتيه كلا دوون باي كليهين فمثلا وحيابها اسكو وافقسان يهين وحا كميدا ان قفكن مرخاتيغا نوقناي او يهي قف قان غاره مسخخدي سونا اي دمتا لبدا اريمود علمادا فقهك أما علماء أحكامته إسكما إخلافين أو عدنا ما أورنن أولي قام مقل ميسد شيخ خبل وحو قبا وحو إساقو أو رميسان يهي الميري إنو مرخاتي نقن كرو أما قف مجنون إنو مرخاتي نقن كر لبداس وال إسكو دا وافق سان يهي وحجر لكن ميلا قاركود أما شروطها قاركود وعلماء قاركود أي رأي كوكال دوان يهين سيدا إنو لب يهي مرخاتيكو رق أو يهي علماء جمهوركو وحي قبان أرنت النكاح مركا لجوغو وحي مرق نقون كرأو كلية هاتي رق لبنن وعادلين إنيهين لبنن وإنيهين علماء جمهوركو ساسي قبان بان الجمهور مركا لانا هاي إلا يمدن دي هذا الكاسوي العلنا موقتهي مركا واد garan kartaan culimada badankooda weeyaan arintani in u faradhuudhuuban oo culimada fiqiga waata culimada qaarba waxay yiraahdeen oo mayna ah aayada quraankiisa uma oran wastashidu shahideen min rijalikum fa in lam yakuna rajulayn fa rajulun wa imra'atan saw lama oran ha tayib marka waxa weeyaan nin iyo laba haweenahi arintan way gali karaan amma haween kaliya inay la kaliyoobaan ma yabay hatta kuwaas qabaan haween kaliya inay la kaliyoobaan oo halkii laba laga yiri afar dumar arintan ma gali karaan oo ragba ma laga maarmi kara ma yabay leeyihiin hatta culimada qabta inay dumar soo gali karaan tayib waye cadaalad culimada qaar ka mid ah waxay leeyihiin waa inuu yahay qofkani marxaatiga noqonayo qof caadila cadaaladaas yani haba inta guud ee muuqataa noqoto xataa yani cadaalad oo boqolkiyo boqola ma dhici karto bay leeyihiin oo hadii taa lagu xiro mashaakil badan iyo la kala biximaayo nin waliba waa inuu nin saayay yahay oo toosan hadii la yiraahdo ta umad badan ba ma aragtay maragna gali waay ولن نقوم واي مركا تاس علمادا انتي ده بداني كوم عددك قف وحوغا اسكا مستور حال كيسو او اسكا مستورين يهي او اسكا معقول او يهي تدين كيسي يمحوها اي التزام كيسو واوكي بيلاه دينو ونقوني مرخاتك او نقوني وحكرو يدنا لغا هادلي ارن تحرية ده تاس انو قف اضانيه مرق من نقوم كرا misama noqon kara baa la isweydiyay waxa la dhif rajul baa la idlaaqay maadaama rajul la idlaaqay ay culimada qaar yiraahdeen waa noqon karaya hata adoonku uu noqon karaya way laakiin culimada jumhuurku waxay leeyihiin maya oo adoonku naftiisa ba de xurma aha ma maamulayo oo waa cid la leeyahay oo la maamulo way saadarteed noqon maayo marag arintan oo kale marag kama gali karo haba isku daalin laakiin arintan oo arin jirta ma ah marka wax si daba gurto oo maxaa loo diiday iyo maxay halkan uga dhacday atiraahdo maba aho oo de adoomaa meel ku joogo oo maaragtay maanta marxaati magalayaan mise magali karaan ay culimo ku dooday maba jiraanba marka ha en waxa kale oo culimadu isweydiyeen arinta qaraabada dadka qaraabada dhowi
مثلا كبدي او جوكت ابيهدنا جوجو قف كلو مرخاتي هنا جوجو ايدي هديبه اي جوكتو ميشن ابهاسي قف كي لباد مرق نكون لها ما نكونيا ولماذا قهر كود با واي نكونيا كلو اوليغي او جوجا ما دام ايدي اي جوكتو او ارينتيد وديا وحاضرتهي حتى اوليغيدي ايام حوها مرخاتي نقول كره ومركزها واحد وين وارنتها أصوشة يفروع ده أصل كأي كتيمة جبردن يفروع يدك فرع عن تهدي أي جرتو ما جرنسا مرق ما نقول كرتها وحويا إن وارن علماء قارقو ليهين ما ينأ فرع أيو أصلكو نقول ما أيو ما جرنسا لأنه وحيبها قارقو بسوق عليه كره سادر هديد أنت بدن ما يلا بداس و wala joojiyay een oo culimo badani arinta dood bay ka keenay weyn diidan yihiin tayib een marka balhan aan ashirkeena sida uu muxuu ahaa ee kitaabkeena ugu qoran yahay han wuxooga balhan dulmar way waxa la yiri arruknul khamis ashahidan wa labadi marag weey tamhid hordhac in aqda zawaaji aqdigani een kontragani oo ah غورك وإن كان كغيره هبا أهادو سيدا كوا كالي أو من العقود هشي سيدا أو كالي التي يشترض فيها الرضا أو لوشر دي إني لبضا دينا راليس كيهين يو الإيجابي والقبول هبا لوشر دي لكن الإسلام إسلامكو أحاط وحهويي هذا العقد عقد غني بهالة إن هالة هالة وحالة هذا يعني إن هيبد أيو سيي من التعظيم والتفخيم هيبت أويني إيو يعني برارين أيو سيي بمعنى آد بقو تحقلي وإحترامي وإلالي وي وطبعه بطابع ديني وحنا كو نقشدي أما أو سميي طابع ديني وأرنتني أرنت ديني إني تاي أيو مركا أيو شاكي دين تينو أشاكتي وسبقه وحو مركا كو سباقي سباقنا وحويان وكالرين وكالرين بسبقة تعبدية إنا أرين تعبدية ألا لوغو دوادة تهيب حتى غورك أي دين تينو أي شيك تدي فجعل الإقدام عليه إن غوركاس إيا وحي دمائي استرايا إيا وحي فضودين إيا هؤله سقلستيد أوردن وحوكا سوقاتي طاعة لله عز وجل طاعة حق إلهي لوغو دوادة أيوكا سوقاتي وقربة من القربات إيو دوانشو قربة وحي الإبا لوغو دوادة التي يثاب عليها أو إله لا إسكا أبا المريو أو إلهي كأبا المريو عدان سماين إيسا كون غورسدي اي دورسوني درتيد اسكو غورسدي يا كون فودوديهي يا كون هوليسا واخ كغلاي انتبا وا قربا الهي اوو دوانيان هاوشا غودا هانبا غليستيدا يا دمينتيدا يعني واخ كقبدكيد ولما كان لعقد النكاح عقد النكاح ولما كان لعقد النكاح نتائج خطيره ايو ولي باباليدي وا واخ كرتيميا عقد النكاح أو نتائج خطيرة نتيجوين آدو خطرة أو تترتب عليه كواس أو كدالانايا غور كان كدالانايا كواس أو محيكا لا من حل المعاشرة إن لبدي قف اسكو حلال نقونيان بين زوجين لبدي زوجين حلال اسكو نقونيان ها ووجوب المهر مهرن واجبيو وحتى هدي مهر لما عابي وايو ونو إيمان دونا صداق باب صداق ونو إيمان دونا مهرك يهولي سوي haddii xata la magacaabi waayo inuu ku waajibayo meherka gabdhaha la mid la siiyo in la siiyo gabadhaas oo meherba ma sheegine iyaduna meherba ima waydiinina ho dhaw tooli halka lama soo fadhiisanaysid maya meher ku waa arin waajib ah oo in la bixiyay ay laga maarmaanta tayib marka waajib waxa noqonaya meherkii iyo nafaqadii oo beelintii ah wa thubutu nasabil awlad iyo awladan nasab koodi abtirsiin toodi ودا إني أقبله يهينو أبهد لي قان أرنتاس أيها كدلنا يسد واستحقاق الإرث إيا دحالكي أو المهني ماشي كي يمدي دي أبهاني إنو محوة هاي دحالكي سيالنا يد ووجوب المتابعة إيا متابعة إنا يدي لبادي ساس إسكو إسكو قدره إسكو راعيان واللزوم الطاعة إنا يدي قبدي دي لغرب الطاعة دي وحي أنا أمر إلهي كسو هرجيدين وكانت هذه النتائج نتائج سني مر بهدين أي تاي ها هدي أي نقطة النتائج تاني كده لنا يسقورك
عرضة للجحود والنكود. ها يعني واحد دعي كرتبا نجي أريمه أن كهرت ما يدرتيد إن أي دعي كرتو أرنت يلا إنه خلاف ماشي كيما دو إلا بدي يقف خلاف لحدو دي مادو. وكانت هذه النتائج عرضة والنتائج تنكد لنا إيسا أي دعي كرتو إن لا يسكو خلافه مقارن من كل من الزوجين لبدا إسكور ستي خلافين وكد حيما دو أرمهاني أنشيقني إيه كد لنا إياه قورك كد لنا إياه ها مربا هدي أي دعي كرتو إن لا يسكو خلافه كرو احتاط الدين لها دينكو مركا أو إلاليي أو احتياط إياه إلالين قارة أيوسيي وأوجب حضور شاهدين مركاس واجبيي لبا مرخاتي إن لهلو أرمتاس ويران لبا مرخاتي على الأقل لبا داسو يشهداني كم ركع عقد الزواج أنقا أجوغني قور كاسي إنو دعي مالين تا دعي هل كاكا دعي سداس أوها إلا هذا هو دوتولي هذا يدودي إمتو. وشرط فيهما وحن أشر ديي لبا دا مرخاتي ويانا شروطا شروط تجعلهما أو كدقايسا مكان ثقتي مكان ميل لبقف او لوكل سوية هاي دين تودا ايو رن تودا ايو وحودا والد مئنان ايو كوا يعني لا اسكو هاللين كارو اسكو هاللين لبدا مرخاتي ايه رن تنقل اياي انا يهين كوا لا اسكو هاللين كارو لإثبات تلك النتائج سي اي وحيابها قور كاكدا شي اي مراقو اهادان او هدو وحي كي مادا اي دي او فردامين تيسا ايه كمراكي عيسا اي اهادان كوا الديارة. إذا ما دعت الحاجة إلى شهادتهما إذا ما دعت هدي أي كينتو الحاجة باهدو إلى شهادتهما إن مركا نقضان هدو تولي وحيابه قورك هكذا شيء خلاف الدوك يمادو. فيما إذا دب شقاق بين الزوجين الرماء وقورما وهدي خلاف يمادو أو لبدي اسكورستي دحدود لباطا أي كتمادو أو تنكر منهما أما أو متكمده أو إنكرو أو ديدو أحد مد لحقوق هذا العقد ونتائجه حقوق ده عقد جنكره تميسة ينتيجوين كيس. دليل وجوب الشاهدين في عقد النكاح محاو دليلة أرنت أو محوها شاهدينك ها. والدليل على وجوب وجود شاهدين لبوا لبا شاهدة إن لهرو إن واجب تاي وحاو دليل بالجي في عقد النكاح قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل وحاو دليل لا نكاح نكاح صحن قن مايو نكاح ما صعوني قور ما صعوني إلا بولي إن لهلا ولي موياني إيه وشاهد عدل لبا مرخاتي وعد عادلين وما كان غير ذلك فهو باطل وحانا لبدا الرموت أنا بحسن وباطل. رواه ابن حبان في صحيحه. ها انظر موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان نكاح باب ما جاء في الولي وشهود باب كاسد كأي كرتابة لقولي صحيح ابن حبان. شروط الشاهدين مركا شروط أي ليهين شهود داس واحد سويدين كرتها لكن انت انا شروط دقلين هذا يروح عن لي ارنت شهود علماء قاركود ده وحوين با وما اركان ان مثلا امام شافعي امام احمد اوكله وارمها لقى مارمان كا او مركا او عقد ودعي اني جوغان لبدا الشاهد امام مالك اوكله وحوين ما ينقى marka la guri geeyay dukhul yoomo dukhla ay dhacayso un baa laga marmaan ay tahay marka hore waa iska sunna un in loo joogo ha marka deel la hoynayo ee gabadh la guri hoynayo markaas imaam abu xaniifana waxa uu ku leeyahay muxuu aha ay arintaas shardi oo arintan ma aha in sida darteed aqdigi waa dhacaya maxaa yeelay xadiiska oo sheegaya شهود شاقي ياي امام زهري او صغار التابعين ايا سووري ياي وحونا كن موقوف كو يهي ساقا ايو كو يهي موقوف ما داما او كو يهي وان حديث كاس مرفوع حين وحونا قونا يابي لهدين قلوين كان ديدن شهود والغا مارمي كراليه حديث كاس لمد ليشان كرو دير فور وحويا وحو سوقل ايا حديث ضعيف كا سي حديث اي مركا وحكا الشاقين
سحر حديثك أو شهود الشيخي على أي حال راجح لكن وحوي إن شاهدين لهلاي والله قام مارمان شاهدين لبا مرقا إن لهلاي والله قام مارمان تاسان حوق بدن وراجح. طيب بل شروط إليهن لبدن شاهد هن أرقنا هذا بي يشترض في الشاهدين الشروط التالية شروطا صوصعطة أي الله شرطها الإسلام إسلام وإن ويهي قف لبدن قف الشاهد كنقونا ياهي وقورما كون سكورسنا يا هذي مسلمين وذيهين وي هذي مسلمين وذيهين وي. طيب فلا يصح عقد النساء بشهادة غير المسلمين هويني إن ده لما هرينا أيو مرخات النقن ما أيو كون مسلمين هيني لأن لعقد الزواج اعتبارا دينيا وأرن دينية أرن تاسي سأدرت دواني مسلمين فلا بد أن يشهده من يدين بالدين الإسلام قف مسلمين هو أنا أرنت كم ركعة ولأن غير المسلم لا يوفق بشهادة لا ي... ها بشهادتي على المسلمين شهادة دي سأكون مرخاتي كعو أرمى مسلمين سأكون مرخاتي كعو إن ده واحد كي من كرت الضوض أضف إلى ذلك أرنت واحد كسي بيرسا أن شهادة ولاية شهادته وولايه ولايه محي ويعني ومسؤوليه وحويا وولنما ايا كو جرت ايو ان اولغنما ايو اس دد اسلهو كره واسلهانشو كره فلا تقبل شهاده غير المسلم قفا مسلم هين مركا لا اقبل ما يبيدهدين ها على المسلم انه مسلم او مرخاتي نوقدو غوركيسا لانه لا ولايه له عليه وحوليائه كله مجرو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مؤمنين ومؤمنات يقع إياه إسكو أوليال إسكو هيليال ها. وقال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إلى هيك كوا كافرين تا أميال طريقة أقول نقضان وليؤو إياه مركز وحوين أرمه ذاك عن تأو قبطان الله ميال بالي أرمت الله بعد وحوين الذكورة وإنو يهي قفرق وإن يهين ها رق وإن يهين ونا دمر كجيرين لبنن وين يهين لبنن وين يهين فلا ينعقد عقد الزواج بشهادة النساء دمر أرنت المصو قالك ربي دهدين أو عقودك له أرنت سواء كدو أنته عقودك له ويكدو أنته سأدرت دمر مصو قال ينبرد ها إلا عقودك له أما هشيس يدك له واكن ليدي هدين لو لبض دمر واكن ليدي وقته وهدي مدي وحيل لو مدك لا حسوس ها نايلن ساسا يا هاي كل كمدي تراو كل كمدي هذا أرنتي سكير مقرنسة إنك سو أرمي هاس ده وحويان وهاولم محوها إن هدي على كورو يا إن وأنا ده أرمي الضوء ده كتاع جين حتى مسلمين تدحده ده يو أحوال الشخصية ده دحده وده بقى وأنا قاله علم هذا بس كو خلاف سنقار كودو وأرمي أنا محام معركة إن een loogu diidaya marba hadii waxyaabihii kale way marxaati ka noqonayaan in kasoo de kuwa xataa marxaatiga way gali kare way noqonayaan leh halkii uu ay labadii uuno ha labadaas abade laga yaabo maxay iyaga laba ka dhigay ninkeena ba meelaha qaar kood loo kara soo ba ama dad iyaga qaar kood oran karaan tani de waa xaalad diineed baan ka sheekeynaynaa ma garanaysa meelaha kale diimaha lagu hayo iyo wax laga sheekeyo iyo hadii la ku roon yahay een macaabida kale ده وحيابها أحوال وشخصية ده وده لقى شيء كي يهولهاس طبعاً إلا إن ما فرق ليان مسلمين تحرب ويهين باليد أو أهل الذمة دي مسلمين تقول إحنا ولا يدي واللي قعد بيجا يوم بأحرمه هذا ده ما مولنا يجي ما قرنا إسا ومحسن وما مول يسون لما ورنا مركا تندى وا 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 وح إسلام كي الدين إسلام كي قبطه مركا إن أرن عدك أحد لكرتو معها عدك أحد لكرتو معها وقتها وياه marka waasidaas wey marka waxa wey in in ay yihiin laba ragaba la yiri qala zuhri rahimahullah marka hadiskan sheegayna waa kan madati sunnatu an ar-rasul sallallahu alayhi wasallam annahu la tajuzu shahadatu an-nisaa'i fi al-hudud wan-nikahi wat-talaq sadah ar-rimood baddu mar shaqa kumalab hadiskaas yiri sadah ar-rimood maragooda du mar shaqa kumalab sadahda maxay yihiin al-hudud ha حدك هي قصاص هي هورهاس والنكاح والطلاق
iyo guurka meherka iyo furitaanka marka culimadu marka xadiiskan ay daba galeen waxay yiraahdeen arrimaha xadka iyo qisaaska iyo hawlaha meelo gaar yeelay nusuus gaar yeeshay baa jirto si gaar ah farta ugu fiiqday oo waa arrimo aad iyo aad khatar u ah ma garanaysa marka laakiin arrinta dalaaqa iyo nikaaxa xadiiskan oo kaliya ahatay looma cuskan karo therefore looma diidi karo inay laba dumarihi iyo hal nin ay arrintan markhaati ka noqdaan baa la yidhi taasayna culimo badan oo gaar ahaan culimada fiqhiga ee westernka iyo meelaha yurub iyo majmaca iyo meelahaas arrintaasay xoojinayaan oo ay muxuu ahaa ay qabaan dhe dayib markaa wuxuu yidhi wazuhriyu taabiciyun zuhri waa taabici wamithlu hada alqowli min attaabicii fii xukmi alxadiis almarfuuci ilaa rasuulillah sal alay slam taabicigaasi xadiiska uu keenay waxau ka dhigan yahay bay yidhaahdeen waa xadiis marfuucahoo kale waa marka aan ka hadlayno madhabka qaba oo madhabkan shaaficiya uu ka mid yahay in aanay dumar arrintani shaqo ku lahayn marka iyagu waxay yidhaahdeen xadiiskani waa wuxuu noqonayaaba martabad الحديث المرفوع قول هذا كان لنواب كويري وصغار التابعين لأنه كبار التابعين باجروا كبار التابعين ورقي مركات دي لكل مي صحابة دي ووينيد لكل مي ما قرانا يسا دا دي كآدو كي يرايد أي يوغونا سو ينقونا يو مركا مدو دابا ديد يوغو مركا يميد مركا صغار التابعين كاسي أيو كمدها الزهري سادرتيد إن حديث كيساني إن من نقون كرا حديث أو إلى يمحوها مرتبة المرفوع هو حديث موقوفة سيكون كجو قصة درادد وحي الاهدين مايا حديث كاسي لما اعتمادي كرام لما عسكن كرام طيب سأرنت صدحات العقل والبلوغ العقل والبلوغ تاس مران كما تاقن أو عد محوها كمر مكرتها إنو قف مجنون هو والاني أو مرخاتي قلين فهو حلس كوجيه ilmayarna deegali maaya markhaati oo cidiba marag ka dhigan maayso marka labadaasi arinteedu isku daalis male waxa kale oo isku daalis lahayn iyadana arinta alxurriya ayaana iyaduna hadal badan kaaga baahneyn oo iyaguna deemka wax jira aanan ahayn marka falaa in aqdu aqdu zawaaji bi hudur almajanin wa asbiyan fa hasb lian aqdu azwaaji lahu makanatuhu alkhatira faliqtisaru ala hudur almajanin wa asbiyan istikhfaf bi in la yiraahdo ilmayar ba markhaati ka noqonaya ama qof waalan ba markhaati ka noqonaya wa de arin waxa lagu dheelaya ama wa arin la iska ciyaaray waa lagu ciyaaraya yani arintan oo arin aasaasi ah oo yani haybadeeda iyo muhiimadeeda leh hadii la yiraahdo ilmayar iyo markhaati ka noqon haday cidii tiraahdo waa cidii arinta ku ciyaaraysa ka dhigantahay arinta afraad al-cadaalatu walaw dhaahiran baa la yidhaahdaa inuu qofkan markhaatiga noqonayo qof caadila yahay qof caadila inuu yahay weey walaw dhaahiran baa la yidhaahdaa walaw dhaahiran haba ahaado dee muuqaalka sare oo dee waxyaabo xun oo lagu yaqaano qofka waa inaanay jirin oo caado u leeyahay waxyaabo xunxun ama dembiyaal uu ku jiro oo lagu yaqaano oo caado u leeyahay inaanay jirin taa weeye marka la sheegayo la leeyahay dhaahir kaba ha ahaatee marka inuu yahay macnin qof iska macquula yani oo la iskaga kalsoonaan kara inuu yahay ha laakiin qof boqolkiiba boqolaan raadinaya tee waa lagu markhaati la-aan haddii la yidhaahdo waa ku boqolkiiba boqola maayan ku kale marag ma gali kara haddii la yidhaahdo meeshaa dhibaato badan baa imanaysa markaasaa darita waa inuu saas ahaada dhe waaya yajibu an yakuuna shaahidaani cadlayni waa inaa cadaalad laba caadila waa inay yihiin ولو من حيث الظاهر مو قالك جود بها هاته اي بان يكون مستورا الحال وين اس حاله دود اس كم مستورته وقف اس كفيع وين انت او يران لا يراهد وي وين انتس لا يراهد ما درنسا ها غير ظاهر الفسق فاسق نما وين عديسنين او فسق الظاهره وين انا لو اوغين دنبيال وا وين كو جيران او كو دائميان محوها وإنانا محو رنتاس آنو أهيند ها فلا ينعقد الزواج بشهادة الفاسقين المجاهرين نقن ما يسبا ليدي أما
مرخاتي نقن مايان لبو فاسق وارنت لا جهرة أرنت فاسق نمدودة يدن بياش أي كجيران السميان وابي كفان عنبو وحب الله معها حقودة مقارن لعدم الوثوق بشهادتهم مركا كواس تعيدكو كالسوان انكرت أيان جيري حديثك صحيح نواكيها ومضى يدور دمالود بدافة إلا المجاهرون إلا المجاهرون كوة لا جهرة ما هنا كوة لا جهرة دنبقة ما هنا وسيو لا جهرة كوة عضايستا يكفانا وحلقة يابا إنو حالا يوكالي واحد دنبية ما ركت أو كو دعي أو قفكي اللين ما هم ملايق ما هنا وسيو دنبابو دنبي بو ما ركت ياك دعي مركزة صبح صاحبة دي بولاي منا ياو شو حالي ما ركت alaabta de maaragtay waan kala tuuray halkan aan ka dhacay oo sidana sameeyay oo baxay ganiyo uu ku faanaya ka sida oranay markaa dambigiisu dhaafitaan maladi uu ku faanayaaba moqti ha ilaa dawaya dambay ilaahay uu halaalsiyo toobada oo de isagu markaa si dhab ah uga toobo keenay mooyaan markaa ka mujaahirka ah ee dambiya uu ku jiro ku faana waa marag magala wey ha kan noqal oran doona waata en kuwa arima kale iyagu aanan iyaguna sheeko badan kaaga baahneen ba jiro qof dhaga qabo waa inuu yahay wax maqlaya in dhaqabana ma garanays waligi iyo looma shardeen arimaha moqta iyo leen laakiin tan waxa la isleeyahay waa inaad maqlayso ilaa waxad markhaati ka tahay gabadhaasan muxuu ahay guursaday ama aan ku guuriyay mahar inta leeg maxay wixii oo dhawaan waxad maqlaysay waa inaad arkayso oo qof arkayay qof indala taamid ka saag gacanta loo soo qaban kara Soomaa moqta ku dhagalaana deemaba maqlayin baa waxa meesha ka dhacay marka asamcu wal basar labadaba waa inuu qabo markhaatigu fala yanaqidu zawaaju bi shahadati asamma oo asammayni laba dhagala ama midkood haduu dhagalaaya arintu waxba kama soconayaan oo naaimayni laba wiilo meesha iska hurdo qoorinaya war labadanan marqaati ka dhigay maxay marqaati ma haduu kama joogaan ma dhici karto laana algarada min ash-shahadati waxa looga jeedaaba marqaatigan idin arinta looga jeedaaba waxay tahay la yataxaqqu bi amtha ha waxa ay tahay dhimina laana algarada min ash-shahada qaradki iyo ujeedadii laga laha shahaadada iyo marxaatiga la yataxaqqu bi amthaliha arimaha soo kala de kama suurta galo kama suurta galo wala an al mashhud alayhi qawlun waxa laga mara kacayay waa qawlki aad maqlaysay fala budda min samaahi wa inad maqlayso intaas aan ku meheriyay gabadha hudhu haduban bilaado ma aragtay waxaan sheegaysan anuma baarak takalana waa basar waa inuu qof xarkay yahay fala yanaqidu bi shahaadati al umyan laba indala umyawan laba indala iyaguna ama midkood indala iyaguna ma soconayo ha laana laqwala la tathbutu illa bil muayanati wa samaa labada arimood waa shuruud laga maarmaan ah oo in labada marxaati inay leeyihiin inay dhaqabaan yani wax arkayaan waxna maqlayaan waata al ishhadu ala rida az-zawja الإشهاد على رضا الزوجة إن لم أرخاتي سيوم حي هوين إذا رالي أهان شهيدا ومحال لوغة جيدا كل كان أرنتن مرخاتيغا لسماين آيو لابدن مرخاتي وإن أغيهين أرنتا والا سكير فضيت صدابة نوم علينا ياي لابدن مرخاتي وإن أغيهين كبرداني مهير كان لغو مهيرين آيو إن رالي كتاح إنتاسان كم مهيري $1,000 baan ku meheri 5000 kuma ku meheri hayisaas la sheegayay kuu marxaatiga noqonay waa in arintaa ogihiin markaysa een wixii meesha shuruudo jira waa in la socdaan oo ogihiin oo gabadha afkeeda ka maqlayaan ma garanaysa yustahabu al-ishad sida fiican weeystaasi yaani yaan la oodan oo hamay hawl iba soconaysa iyo hawliyan marxaatiga ka ahayn oo dhanaysa kuwa ka wada kacay inaan la oodan yaani waa sida fiican weey arintaas yustahabu waxa la jeclaaday oo fiican al-ishhadu in la maragsiyo ala rida zawjati qofkan ama gabadhan la meherinayo ha zawjati bi aqd an-nikah nikahani iyo hawlahan la dhameynayo inay okay ku wada tahay raali ka tahay mark
وذلك بأن يسمع شاهدان لبدا شاهد وين مقنان بالشروط المذكورة في شروط الشاهدين شروطها أصل الشيء إن صور شيء وين أكت وين أجي ها وين أكت هاي رالنا كت هاي محي بأن يسمع شاهدان ابن المرأة ورضاها هوين إذا إذا كذا يرال عن شيء وين لا سعدان بأن تقول وين تراد رضيت بهذا العقد عقد قال بأن كان نقضي أو أذنت فيه أموان فصحي مقرنسا وذلك احتياطا أردت محل لقى أرضيا احتياطا وحل لقى الدكتورانيا ها ليؤمن إنكارها بعد ذلك إن هدو تولي إيادو أي أردت أكو ما بجرين تلاهض أنا ما بأغين به يا وحي ويدي إنا تلاهض ساسا أفيا عن طيبالي إناي مرخاتيا شو أغيهين كبداني وحا إن هاو شيدا لدمين آيو إنا إيادنا أي وليغا هي عدا وكيل كوا أي الله سعطوا أرنت الله دمائنا يسو وحنكو سوى ختمائنا أرن أو لغاية إن هي وارمي جرتا يدنا إن لسيرا يدا هذا أو آبه يا ووغيبا غورو با هذا إن أنو بالورد سجري سوما آبه آبه يا ووغي يا غورو با هذا إن أن كيبا حول له مالا معا لغربا إن أن كاس وده كيبا ماشن تاها يو إن ماركت iska raba in muxuu aha bal maare aw yara cusboonaysiiyo laba kacleyn buu raba ma garanaysa laba kacleynta kacaanka ma wax la yiraahdo la sheegi jiray moqta ala kullin in shuruudo ay arintaas leedahay waa mid ee in odaygani ama awuha ahaado ama aabaha ahaade awooda umrigi loo barakeeyay baa laga yaaba ama de waa walaalkii dhal u ahaayo walaalkii dhal kala sii dhalay iyo sii dhalay moqta marka labada nimba wali way tamariyaan way tamariyaan ma garanaysa marka guur bay u baahdeen marka baahidi waa inay jirto horta wiilkani la raba inuu aabahan ilaaliyo oo dhowro oo u guuriyay waa inuu xoolo leeyahay iyaguna waa inay wax haysanin ay ku guursadaan ya marka een maaragta waa inay iyagi wax haysan isagu waa inuu wax haysto iyagi waa inay baahidaas jirto oday aanan hawshan ba kari karin aabo inaan ku dhisan doonayaa inuu adigu la korkortid maaha moogta haduu hawshii ba samayn karayno ama alaabtan ba waa ay hore dhaafay maxaad maaragtay u cadibi oo muxuu ahaa gabadha yar u hodi haladoo doonan adigu haladaba ordi laakiin haduu odayga uu diyaar yahay waar waxa weeyaan wali waa hawshu ma garan aw yiraahdo ha de waxa weeyaan adiguna hor kac ma garan adiga maalin buu hor kacay maalin buu hor kacay haday maanta uu muxuu ahaa arintu ay xaqiisa tahay adigoon horka yajib wax waajib baa leeyd marka cinwaanka xitaa ama titleka uu sii feeri i'faful abi aw al jad in la dhowro abihi ama awugi maxaa lagu dhowraya guur baa lagu dhowraya ma garan ha odagii oo baahan baa meeshan muuqatay marka si ayna dhibaato u dhicin waa in deey maaragtay gabadh loo meheriyaa waana in la iska ilaaliyo alaabta de muxuu ahaa inaan yaro wuu noqon kara raadide waar mid ku dhow ha loo raadiyo inaan gabdhaha yar meesha lagu hoodine gabdhaha yar yar la soo qabanayo 17 jiro waaba lagu dhalin yaraade war lagu wana dhalin yaraade gabdhaha yar yar meesha inaan bakaran qaar ba maaragtay arintooda fursad oo laga yaabo inuu xoolo yar iska leeyahay oo marka dad iska yar baahano war allah laga cabsado oo maaragtay inaanan war tamartaada adaa is ogey ma garanaysa een adigu italkaaga talaabso in la yiraahdo cid walba karan aan laguna horkicin ma aragtay oonan jar looga boodin gabdhaha yaryar yajibu cala alwalad waladkii waxa waajib ku amaanta sawaaun kaana dhakaran am untha ama gabadh xataa ha ahaatee wiil iyo gabadh wuxuu doonaba ha ahaadee ilmihii waxa waajib ku ah musliman am kaafiran kaali islaam wuxuu doonaa ha ahaadee ilmahani kaali islaam wuxuu doonaa aade i'faful abi abihi inay dhowraan inay ilaaliyaan wa mithluhu aljad ya awugi sawaa'un kaana min jihati alab abahaasi min jihati alab aw min jihati alum awuga weeyaan kan gaar ahaan ha ahaado xaqii hooyo ama xaqa aabo awugo dhinac u doonaa waxa ka yimaade inay ilaaliyaan wa sawaa'un kaana musliman am kaafiran abahan ama awugani gaal ama islaam wuxuu doonaa ha ahaade wa xiriirki wa saahibhuma fi dunya ma'rufan sawmahayn wa kugu leeyahay di ma garanaysa wa saahibhuma fi hadda hatta hadu galiya oo isku diinahayn ha gabar ku darde wadaalika bi an yu'tihi mahra
امرأة حرة كبر حرة مهركت وينو سيو أو يقول الله أما أكوير هذا تزوج أب قرصو هدي أدارين تاس هدى ربتد وأنا أعطيك المهر أنا جا أنا وحي خرشها أنا جا يويدي لكن يشترط واحد عشر ديابة ليدي لوجوب ذلك أرين تاس واجب سيء النقطه على الولد ولد كواجب النقطه ثلاثة شروط صدح الريموت صد تري كونديشن سواء له لا محيك ليهين أن يكون الولد مصيرا بالمهر المهني أباها أودس ما هورك على ليه أو جنتي جبات ده هورك على ليه وينو حول حيستو المه وينو حول حيستو أن يكون الأب ومثله الجد بالمده ها معصرا بالمهر وحبا يسلمها أبهنا أم أوغن أن يكون الأب أبوه وإنه والجد محتاجا إلى الزواج باهي قور بقباه باهي قور ما قرنا يسا إيو قبا وذلك بأن كانت نفسه تتوق إليه نفتي سوى إنه علي الله يا أو أي جرتك الضبر دعيد ير درين ها هوين أو ربما محوها إنه قرصدو دي ماركت أو بلسلالي ووجهه أرنتاس وحويا وجهيدو أن هذا الإعفاف للأب أو الجد من وجوه حاجاته المهمة وباهياش اللو باهيهي إن لدبوله كل كي نخط حق أبها كالنفقة والكسوة سيدي واجب كوليهين إن بيلسو وحال وحيو باهيهين أدو إيبسو هوجي يا ردبالك يا هوليه ولله يعرضه للزنا قضي قاس هدو بد خلط كده عقو دنبية قالو دنبية شاويل كان دوري وايهو إن بات كل هذا نكن حولها يسكا حيست إيه قضي هدو قورو بات وقوري وايهو دنبية سا إن بات كل هذا هاي باليدي محايا يالي ولله يعرضه وإنونا يعني أونا وبندقين أما أنو أضيقاسي أنو أين كدعين ها أين كدعين محي للزنا لألا يعرضه وينو نو بندقين للزنا زنو المفضي إلى الهلاك زنا دا سو أضيقا الدين تيسي أدون كيسي آخرة دي سبه هلاك كرتا وإن أنو يعني أو نكو قاسبين صدوقو قاسبية يعني أو قورين واي مركاسو أضيقي دب على محي وحكو حيوكروناتو دنبي بابا كده عيبا دنبي قاس مركا شيخ زاني جيبو هالكا كون نقونو دباطة بادن بادة وحيا بادن بادة ماشي ماركت إمان دونو او هديد حكم شرعي إسلامي هجرو وده جي انتلا سواقب تاد إن للدراعي نقونو هولو هولو سهلا ما مركا واربلا وده جي هلا إلى اليوي وذلك لا يليق بحرمة الأبوة حرمتي يا شرفتي ابنمو ارنتاس وما قلنته مركا وينو الى ليا وليس هو من وجوه المصاحبه بالمعروف منعها ارنتي او ليدي وصاحب ما في الدنيا معروفا ليدينا ارنتاس شقه كومله مربا هدي ان باهداس او علمه دبولي وايو واته المأمور بها بقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا سوره لقمان الاسكويري او هدي حتى قاليهن ادونك وناك ugu samee la yiri waxa la wixii adduun ay u baahan yihiin inta adduunka aad wada joogtaan waxa ay u baahan yihiin oo dhan adiga ay ku saaran tahay la yiri hadiiba ay baahan yihiin diintuna marka shardi ma aha saadaraadeed ba waxa la wixii muxuu ahaay in biilkoodi iyo ilaalintoodi iyo ka warahintoodi waxa la wax u baahan yihiin hatta u guurin baa lagu yiri markaas marka ragan de muxuu aha odayaasha ama deed la garanay haday jirto oo ده هولها سيجرتو أو عرورتينا يرفه ملاذاي واربل هولها ماشى الباب كفرني ها هولها هلا سيبو ضوض هلا إذا هذا اللي يرده هذا وبالله التوفيق صلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إن شاء الله مالن تسوس عطاء أي جري دون تا مالن أنا قط لقلي سؤالها أون أنك جواب دونها ديالنا